الأولمبيات أحد أكبر إنجازات الحضارة البشرية. أول تاريخ مكتوب ليها بيرجع لسنة 776 قبل الميلاد، لما فاز الطباخ اليوناني كوروبيوس بسباق عدو كان طوله 192 متر. المؤرخين بيرجحوا إن المسابقات بدأت قبل التاريخ ده بسنين، والأسطورة اليونانية بتقول إن هيركوليز ابن الإله زيوس هو اللي أنشأ الاحتفال الديني الرياضي ده تكريماً لوالده، كان بيقام كل أربع سنين. بعد حوالي 1500 سنة طرأت فكرة ذهبية للبارون الفرنسي بيير دي كوبرتان، أحيا بيها تقليد يوناني قديم لأربع قرون قبل الميلاد. في نوفمبر 1892 في اجتماع الاتحادات الرياضات البدنية في باريس اقترح إعادة إحياء الأولمبياد، وبعد سنتين أنشأ اللجنة الأولمبية الدولية اللي لحد النهاردة هي الكيان المنظم للألعاب الأولمبية. تحت شعار الأسرع والأعلى والأقوى، كان من الطبيعي إن أول أولمبياد تقام في أثينا في 1896، وفيها استقبلت اليونان 280 رياضي من 13 دولة، ومن وقتها أقيمت الأولمبياد كل أربع سنين باستثناء 1916 بسبب الحرب العالمية الأولى، وفي 1940 و 1944 بسبب الحرب العالمية الثانية. مش ممكن نتكلم عن الأولمبياد من غير ما نقول قصة شعارها الشهير، الخمس حلقات المتصلين على خلفية بيضة. الخمس حلقات بيمثلوا الأمريكتين وأسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا، ومع الخلفية البيضة بيمثلوا ألوان كل الدول الـ13 اللي شاركوا في النسخة الأولى من الأولمبياد بشكلها الجديد. الشعلة جزء لا يتجزأ من الألعاب الأولمبية. لحد نسخة 36 في برلين كان بيتم إشعالها في مقر إقامة الألعاب مع بدايتها وإخمادها مع نهايتها، ولكن كجزء من بروباغندا الحزب النازي بدأ الألمان تقليد جديد مستمر لحد يومنا، هو رحلة الشعلة من اليونان لحد مدينة إقامة الألعاب. قبل كل أولمبياد بتشعل 11 سيدة في إشارة لكهنة الإلهة اليونانية هيرا شعلة الأولمبياد، ولكن الألماني كارل ديم رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد برلين 36 اقترح أن الشعلة تتحرك في رحلة طولها 3197 كيلومتر من اليونان لحد برلين لمدة 12 يوم، وحملها 3331 شخص. ومن هنا استمر التقليد لحد يومنا ده، ومع الوقت والتطور رحلة الشعلة ما بقتش على الأقدام بس. الشعلة ركبت المركب في رحلتها لندن في 1948، والطيارة وهي رايحة هلسنكي في 1952، وانتقلت عن طريق إشارات الراديو والقمر الصناعي اللي نشطت أشعة الليزر ونقلت نفس شعلة النار من أثينا المونتريال الكندية في 1976. ومن سنة 2004 لما الأولمبياد رجعت أثينا بقت الشعلة بتلف العالم قبل ما توصل لمقر إقامة الألعاب. سنتها الشعلة مرت ب 78 ألف كيلو متر حوالين العالم، وزارت أفريقيا وأمريكا اللاتينية للمرة الأولى لحد ما رجعت اليونان مرة تانية. في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ال 280 رياضي اللي شاركوا في أول أولمبياد بقوا أكتر من 11 ألف رياضي، وال 13 دولة بقوا 207، وكل ده تحت الشعار القديم المستمر من قديم الأزل، الأسرع والأعلى والأقوى.